العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السادة الحضور، السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم هذا المؤتمر الصحفي للاطلاع على آخر الأوضاع المتعلقة بحادث التفجير الإرهابي الذي طال معهد تدريب الشرطة بزليطن. طبعا نحب نترحم عليه أرواح شهدائنا الذين يعني في الإجمالي وصل عدد ما يقارب 60 شهيد، والجرحى الذين يقارب عددهم 125 جريح. طبعا هناك كلمات ممكن السادة المتخصصين، فالآن نترك الكلمة للأستاذ مصطفى علي بن عائشة رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية ليطلعكم على آخر مستجدات الجرحى والشهداء. تفضل يا أستاذ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أولا نأسف لكل وسائل الإعلام وأهلنا في ليبيا عن عدم خروجنا المبكر، ولكن هم كده يعطونا العذر نتيجة كبر الفاجعة والحدث وعدم يعني تداول الأحداث بسرعة من ناحية الجرحى والمصابين، ولكن إلى أن حصرنا وجملنا كل الجرحى اللي عندنا وثبتناهم في الساحات، وحاولنا أن وعندنا حتى بتقارير مبدئية بالحالات لهذه الجرحى. كما أشار الأستاذ مفتاح، حقيقة عدد الشهداء الآن يناهز 60 شهيد، نسأل الله أن يكونوا من الشهداء بعون الله تعالى. ثانيا عدد الجرحى الآن اللي تم تسفيرهم خارج ليبيا في 125 جريح يتوزعون على مجموعة من ساحات الدول الصديقة والشقيقة، ابتداء من دولة تونس إلى دولة إيطاليا إلى دولة مالطا إلى دولة تركيا. مشكورين جميعا على بذل المجهودات وتسهيل كل الإجراءات لتلقي جرحانا في ساحاتهم. طبعا بمجرد حدوث هذه النكبة، اليوم الأول تداعت وتداعى أهل الزيتون وجميع الفرق وجميع المؤسسات للإسراع في عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جرحانا في جميع أنحاء أو المناطق المجاورة، والمساعدة لي ومساعدتهم في معاونتنا في تكميم جراحنا، بارك الله فيهم ومشكورين شكر جزيل. أيضا بعد ذلك بدأ وتنادى فريق جيد جدا، والحمد لله رب العالمين، تنادوا من شباب أهل المدينة، ونقدم لهم الشكر وكل الاحترام والتقدير، وتعاونوا معنا في إيفاد الجرحى لخارج ليبيا. هذا الفريق عمل تطوعي بالمجهود الذاتي من أهل مدينة الزيطن. تم تسيير عدد رحلات الإسعاف الطائر الليبي، تم تسيير 7 رحلات بعدد 19 جريح. أيضا الإسعاف الخاص واللي تم الاتفاق مع البلدية معاه بعدد 8 رحلات بعدد 18 جريح. أيضا الطيران شركة الخطوط الأفريقية استطاعت أن تسير لنا رحلة فيها 26 جريح، وأيضا شركة خطوط البراق سيرت لنا رحلة فيها 46 جريح. أعداد الجرحى بالخارج، في دولة تونس 98 جريح، دولة إيطاليا 15 جريح، دولة تركيا 12 جريح، أيضا دولة مالطا 3 جرحى. الحالة بشكل عام إلى صباح هذا اليوم بخلال التواصل مع لجاننا ومتعاونينا في هذه الساحات، والحمد لله يعني هم يؤدوا في دور لا بأس به، كان حقيقة حالات حرجة، وللأسف يعني معلش يتقبلوها منا ونقولوها، وهي الآن بالعناية الفائقة 17 حالة، منها 8 حالات خطيرة تحت الإنعاش، و9 حالات فيها كسور وجروح بليغة في دولة تونس. أيضا حالات متوسطة إلى خطيرة 20 حالة، حالات متوسطة إلى عادية 30 حالة. الحمد لله تم معالجة والكشف على 28 حالة، وهم بصحة كويسة، وبعون الله هيرجعوا في القريب العاجل إلى أرض الوطن. عدد الجرحى بدولة تركيا فيه حالتين خطيرات في العناية الفائقة، في حالات خطيرة أو حالة خطيرة واحدة أخرى إلى يعني ثقيلة شوي بشدة بنوع معين.
حالات متوسطة إلى عادية 9 حالات. الجرحى بدولة مالطا في حالة الآن فيها حدث يعني الحمد لله نوع من الاستقرار لها، حالة وحدة ثانية فيها وضع متحسن بعد إجراء عدد من العمليات والحمد لله، حالة الحمد لله تم علاجها وترجع إلى أرض الوطن في اليومين القادمين بعون الله تعالى. الجرحى بدولة إيطاليا الحقيقة التنسيق تم مع الحكومة الإيطالية عن طريق وزارة الداخلية مع وزارة الدفاع لأن المستشفى مستشفى عسكري. لا طبعا أنتم عارفين أن التنظيم والتنسيق ما بين المستشفيات العسكرية والمدنية يختلف نوعا ما في ناحية الإجراءات والتنسيق والدخول والخروج. هذا الموقف حدث نوع من الإرباك حقيقة في اليوم الأول مما تسبب اضطعاد لبعض جرحانا، وإن شاء الله ربي يصبرهم ويعطيهم الصبر ويسامحونا في كل تقصير وقع منا. لكن حقيقة من اليوم بعون الله تعالى هيكون أمرهم وضعهم أفضل، وذلك بالتنسيق مع الجنرال اللي ماسك المعسكر، وذلك بالسماح بفريق من المترجمين يساعد ويحكي على حاجاتهم، أيضا بتحديد كادر طبي بعد إعادة تقييم كل التقارير الطبية وتخصيص وتشخيص كل الحالات، وهذا الفريق هو هل يتولى متابعة كل الإجراءات. أنا ما عادش عندي مزيد، ممكن دكتور سالم عنده شوية زيادة بسيطة. ما تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ترحم على أرواح هؤلاء الشهداء نتيجة التفجير الإرهابي هذا القادر بمدينتنا الحبيبة. احنا الأستاذ مصطفى يعني حوالي ألم بتقارير حول الجرحى، لكن احنا اللي نطلب به احنا كأطباء وإلا اشتغلنا على تصفير هؤلاء المرضى ان بعض الحالات الخطيرة هذه ناشدوا المجتمع الدولي والله ناشدوا وزارة الصحة والله منظمة الصحة العالمية والله اي شيء تسهيل اجراءات تسفيرهم لدول أوروبية لتلقي العناية وإلا العمليات في الحالات هذه بالذات. حوالي عندنا 12 عملية 12 حالة في تونس حالتهم خطيرة، هذول نبغى نحاول كان سفرهم لدولة أوروبية يتلقوا حتى المصحات في تونس هم طلبوا منا الكلام هذا. عندنا حالة في تركيا تاع بزين حتى هي نبغى من يساعدنا في تسفيرها لدولة أوروبية. الباقي إذا معظم التقارير يعني قال الأستاذ مصطفى وما عندناش منضيفه إلا إن شاء الله ربي يشفي جرحانا ونطلع من هالأزمة هذه. نبو وزارة الصحة توقف معنا شوية في الاستعداد وفي قصة المعدات والدنيا هذه، الدكتور عبد المطلب يمكن ملم بها أكثر من إحنا، إن راهو الاستعداد للأمور هذه راهو ضعيف جدا جدا. إحنا مستشفانا يمكن نشتغل بثلث الطاقة نتاعها من حوالي 10 سنوات فاتن. العمليات يوم الخميس هذا يوم 7/1 كانت للأسف في حالة يرثى لها، ما عندناش استعداد تام. نشدنا وزارة الصحة، وزارة الصحة عليها الوقوف وقفة جادة في الموضوع هذا، أراه ضروري يوقفونا، ضروري يوقفوا، ضروري تحديد آلية للموضوع هذا والاستعداد للأزمات مثل الأزمات هدية. رانا احنا وضعنا سيء لا بعد الحدود، ونقول الدكتور عبد المطلب يوضح لكم الأمر هذا أكثر مني ليه. وشكرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عبد المطلب بن حليم مدير عام مستشفى الزيتون التعليمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بداية نترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إلى بارئهم يوم 7 يناير لهذه السنة إثر هذا التفجير الإرهابي الغادر، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع جرحانا في جميع المدن وجميع الدول. ما أقوله أنا وما شاهدناه منذ يوم الخميس بعد هذا التفجير الغادر رغم ضعف الإمكانيات بالمستشفى، وهذه هي حال أكثر المستشفيات في ليبيا منذ 2 تقريبا، من نقص في العناصر والإمداد الطبي إلى أن المستشفى وبالمخزون الذي كان مرصودا للطوارئ استطعنا أن نتلقى الصدمة الأولى، والتي كانت أهم الساعات فيها هي الساعتين الأولى بما يوجد في المستشفى. ومن ثم هرع جميع المواطنون من كانوا بجانب المستشفى من جميع مناطق مدينة زليتن لمد يد العون والمساعدة كل بما لديه،
وتتوالت علينا المساعدات من المدن المجاورة بدون تحديد من أقصاها إلى أدناها. تم استقبال أكثر من 100 جريح في اليوم الأول، وحوالي 39 شهيد سلموا في المشرحة الطبية بالمستشفى. هذا كان في البداية. المستشفيات المجاورة وخاصة مستشفى مصراتة وبعض العيادات الخاصة بمدينة زليتن، مستشفى الدواء القروي، بعض العيادات الخاصة بمنطقة مصراتة، مستشفيات طرابلس، العيادات الخاصة بمدينة طرابلس، مستشفى الخمس أيضا استقبلوا بعض الجرحى.